أكد حزب المصريين أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. أشاد الحزب بالإعلان عن مبادرة خفض السلع بحضور رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الاجتماع مع التجار والمصنعين يعكس مدى ترابط القيادة السياسية بالشارع المصري، ويعكس الحرص الدؤوب على الاستماع لصوت المواطنين، بالإضافة إلى أنه استكمال للجهود المبذولة من قبل الدولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.